أستاذة سميرة، مش عايزة أكرر كلامي، ولكن ليكي كل الشكر والتقدير أن حضرتك جيتي النهاردة وجاية عايزة توجهي صرخة نداء لكل أم. بس أنا عايزة أعرف، هتقولي للأم إيه؟ خدي بالك من إخواتك وولادهم؟ هنبدأ منين؟ أنا مش عارفة نبدأ منين. ابدأي زي ما أنت عايزة تبدأي. أنا كمان مش عارفة زيك بالظبط، لأن ما حصل الموضوع ده أختي رمت اللوم عليا، قالت إزاي تسيبه عندها ينام عندها يومين وما تتصلش بيها تقولي تعالي خديه. طب خلينا نبدا قصه من اولها، لان الناس لسه مش عارفه القصه. لا ده دي عجيبه يعني. احكي لنا القصه بالتفصيل لو سمحتي. القصه ان ابن اختي دوت مش كتير بيجيلي، مش على طول بيزورني. عنده كام سنه؟ كان عنده 19 سنه ونص، هو لسه مكمل 20 سنه من كام يوم. مش بيجيلي كتير، جالي عزمتهم كلهم في شم النسيم. عزمتهم مره في عيد ميلاد اولادي قبل ما يموتوا بثمان ايام، عزمهم كلهم بره، فمش كتير التردد عليا. جالي مره يوم شم النسيم، جالي مره تانية قبل شم النسيم بس علشان الاحداث تاخد بعضها. اخوه ليه اخ كان محتاج فلوس عشان كان عايز يخطب، اخوه الاكبر منه، فانا قلت له كنت انا عامله جمعيه، قلت له خد الفلوس وروح اخطب بيها، وانت ما يبقى معاك الفلوس ادهاني. فالكلام وصل للولد، الولد اللي انا قلت له اخوه الكبير اللي انا قلت له فرح وطلع قال الكلام ده فوق، فالولد عرف. بعدها بكام يوم جالي البيت، دي كان تاني مره يجيلي بعد شم النسيم. جالي البيت وقال لي انا جاي اقعد معاك شويه. اتصل بيا الاول، لان ما حدش بيجيلي على طول دايركت، لازم يتصل بيا يعرف مواعيدي، انت فين، طب انا جاي افتح ما افتحش اولادي. فقال لي انا جاي لك، انت فين، قلت له مروحه. فاخوه اتصل بيا قال لي انت عندك مشكله في البيت، قلت له لا ما فيش مشاكل في حاجه. قال لي انا شايف ان علي اخويا جاي لك اجي لك، قلت له لا. اخوه ده اكبر ولا اصغر؟ الاكبر. الاكبر. فقال لو في حاجه اجي لك، قلت له لا. هو اتصل بوحده قال لي انا عايز يجي، يمكن غيران عشان انت على طول عندي في البيت وهو مش متعود يجي لي، خليه يجي يقعد شويه معانا. اللي حصل بعدها ان احنا نزلنا مع بعض تاني يوم، نزلنا اشترينا شوية حاجات للبيت وحاجات لبس وخروج، واتغدينا برا، واشتريت معهم ثلاث غواش ذهب، وروحنا البيت مفيش مشاكل. هو كان معاكي؟ كان معايا انا واولادي. ايوه، يعني واحدة خارجة مع ابن اختها، فمش مدية اخوانا، راحت تشتري طلبات، اشتريت حتة ذهب لنفسها، ده ابن اختها يا جماعة. لا وعشان ما بقاش كذابة، الفلوس مش كتيرة يعني علشان يجي في بال حد ان انا، لا هو كانت فلوسي الجمعية وانا نزلت قلت اصرف منها حاجة لنفسي. فبعدها مشي، بعدها بشوية، بعدها بكام يوم كان عيد ميلاد الاولاد، عملت عيد ميلاد الاولاد برضو ما كانش في اي مشاكل ولا في اي حاجة، وجيه وضحك وخرج واكل وشرب وروح. بعدها بثلاث ايام لقيته بيخبط على اولادي الساعة 12 في مش معادي، انا بروح الساعة 3 4، بيخبط على اولاده عشان يفتحوا له. جارتي اتصلت بيا، هو كان رايح البيت معتقد ان الاولاد قاعدين لوحدهم، هيخبط على الباب الاولاد هتفتح وهيخش يعمل اللي هو عاوزه. مجهز معاه سكينه، جايب معاه جوانتي، جايب معاه غيار تاني، ده اللي كان في شنطته اللي عرفته بعد كده. فهو كان رايح معتقد ان الاولاد هتفتح وهيخلص كل حاجه وياخد الفلوس وياخد الدهب ويمشي، وانا اروح بيتي الساعه 4 ما مش هعرف مين، بما انه مش كتير بيجيلي، بما يعني اكتر حاجه ممكن هفكر فيها مش هفكر في ابن اختي، هفكر في اي حد زبال حرامي جار حد متابعني في حياتي، انما دول مش متابعيني في حياتي. ايه اللي حصل بالظبط لما روحتي البيت؟ لقيتي ايه بالظبط؟ لا اللي حصل ان هو من يوم اولادي توفوا يوم خميس، هو جالي يوم ثلاث البيت الساعه 12، قال لي كان عايز اقعد معاكي، ما اتصلش بيا خالص. انا فوجئت بجارتي اتصلت بيا واولادي على الموبايل، يا مامي علي جه بره على الباب نفتح له، قلت له مفتحه له، خليت جارتي فتحت له الباب بالمفتاح فدخل، فما عرفش يعمل حاجه بما اني في الشغل بره وعارفه انه موجود، فما قدرش يعمل حاجه. روحت البيت عادي مفيش مشاكل، يا حبيبي مالك، لقيته نايم وشنطته حطيتها جنبي. في حاجه، مالك جاي ليه، علشان مش بعاده في حاجه. قال لي انا اتخانقت معاهم في البيت شويه. طيب هتروح امتى؟ ما اعرفش. طب لو اتصلوا بيا هقول لهم. قال لي محدش هيسال عليا. قلت له طب احنا خارجين نفطر بره، بما اننا كنا في رمضان هنفطر بره وهنجيب بقيه حاجات اللي هيتعالى معانا. قال لا روحوا انتوا. خرجنا احنا،
اتصل بيا قال لي انا هاتيلي سجاير وانت جايه معاكي. رحنا البيت وريته الحاجات، الكلام ده كان الساعه 10 بالليل، جبت الحاجات فرجته عليها. انت بتجيبي لهم كل ده ليه؟ انت كتير، انت عيلك دي ما بيعيش لهمش حاجه. كان على طول يقول لي الكلمه دي، كان كل ما حاجه اجيبها لهم يقول لهم يا بختكم يا بختكم، احنا يا ريت اهلي بيعملوا معايا كده، يا ريت يا ريت. هي اختك يا مدام سميره اللي هي والدته عندها مشاكل مثلا معاهم في التربيه في حاجه؟ هي عندها، هي مش مشاكل، هي عندها مشاكل في بيتها. يعني هو اللي يخليه باصص برضه، انا دي حاسه فيها دكتور طلال بس بعد ما تخلصي القصه، اللي مخليه باصص قوي كده لاولاد خالته محروم. بيتربوا ازاي؟ بيتصرف عليهم ايه؟ بيجي لهم ايه؟ ده حد اتحرم. محروم محروم، هو الولد محروم. ولد رجع والده، والده كان مسافر بره، رجع من غربه، معتقد ان دول شباب، اول ما الشاب عنده 12 سنه 13 سنه ينزل يشتغل اي شغلانه ويصرف على نفسه، راجل يعتمد على نفسه. طيب ايه اللي حصل بعد كده بس عشان نقفل القصه وننتقل لجزء تاني من الحوار؟ اللي حصل ان اول يوم عدى بعد ما قال الكلام ده عدى على خير، فطرنا مع بعض وتسحرنا. تاني يوم نفس الكلام، تالت يوم رجعت بيتي. اول يوم الصبح، الصبح قبل ما اخرج، ابني شفته وبنتي صحيوا سلموا عليا، كلمتهم. الولد ده بيفطر ما بيصومش، ابن اختي ده بيفطر ما بيصومش، جهزت له فطاره، حطيت له حاجته، قلت له انا ماشيه. عنده مشكله صحيه او حاجه مثلا؟ لا لا لا، هو بيقول انا مش بستحمل الصيام، يعني قبلها كنا بنتناقش، بيقول انا ما بستحملش الصيام. ما بيستحملش يصوم لكن بيستحمل يذبح. عادي. وبعدين سلمتي على اولادك ونزلتي رحتي على رجعت من شغلي ما فيش حاجه. اول ما رجعت خبطت، بفتح الباب بالمفتاح، كنت جايبه طلبات للبيت وانا جايه، كانت الساعه حوالي 4:30. بفتح الباب لقيت الباب مقفول بالترباس، رحت رن الجرس، رد عليا قال لي ايوه، غاب عليا. المهم فتح الباب دخلت لقيته بيقول لي شفت الاولاد تحت في الشارع؟ قلت له الاولاد اللي نزلوا من الشارع، انا قلت لك ما تنزلهمش عشان هم صايمين وحرام يفطروا. فروحت متعصبه وسبت اللي في ايديا ورحت داخله جري على البلكونه بتاعت الريسبشن، قعدت انادي على الولاد، ما شفتش حد. قلت له الجو حر تحت والولاد مش موجودين. وانا بكلمه لقيته ماسك برطمان ازاز كبير نسكافيه. فبقول له انت ماسك البرطمان ده ليه؟ قال لي علشان ما اعرفش ايه قصته، شهد كانت دخلت تروق المطبخ وكان هيقع منها. قلت له ماسكه ليه؟ ثم شهد اللي هيدخلها المطبخ والمطبخ علي عليها، انا اولادي اصلا ما تخشش مطبخ. فالمهم سكت، قلت بيقول اي كلام في اي حاجه علشان انا متضايقه ان الولاد نزلت. فتحت اوضتي ودخلت حمامي، خدت ميه كده على جسمي وخرجت. في خرجتي لقيته مخبي حاجه ورا ايده في اوضه الولاد، مستخبي ورا باب اوضه الولاد وماسك حاجه في ايديه. ف اللي في ايدك؟ قال لي مفيش. اللي في ايدك؟ انا اللي جه في بالي بما انه متعدد ان هو يسرق، فانا قلت اللي جه في بالي ان هو خد بوك الفلوس ومعرفش بياخد منه حاجه ومعرفش يرجعه. فقلت له قول لي اللي في ايدك وانا مش هزعل، يعني احكي لي في ايه في ايه. قال لي مفيش حاجه مفيش حاجه، وراح زق الباب عليا وراح خارج بره وخبى اللي في ايديه في ظهره. قول لي بقى اللي في ايدك، قول لي اللي بديلك في ايدك. قال لي مفيش حاجه. قلت له يا ابني قول لي اللي في ايدك. قال لي انت خايفه من ايه يا ست؟ خايفه من ايه يا ست وبيكلمني بحديه جامده؟ خشي اطمني على فلوسك وذهبك. قلت له فلوس وذهب ايه يا حبيبي؟ انا مقعدك مع اولادي مأمنك على اولادي، هخاف على فلوس وذهب؟ هو وانا اولادي جوايا كانوا مذبوحين وانا ما اعرفش. المهم الولد راح مطلع السكينه، فانا شفتها اتخضيت، فقلت له ايه دي؟ قال لي دي سكينه. قلت له ليه يا حبيبي؟ ليه يا ابني؟ عملت ايه مشكله في بيتكو؟ ما هو اللي جه في بالي ان هو عامل مشكله في البيت عنده وجاي خايف وقاعد عندي الثلاث ايام بسبب كده. فقلت له انت عملت مشكله هناك؟ قال لي ايوه. راح مكلمني قال لي عملت مشكله هناك، اتخانقت مع واحد صاحبي والسكينه دي انا خدتها منه عشان اعلم عليه. قلت له طب الولد سليم؟ الولد كويس؟ قال لي ان هو ضربه يعني. قال لي اه كويس. هستأذنك بس نسرع شويه علشان عايزه بس انتقل أوكي. لدكتور طلال. بس ده اللي حصل. حاول كذا مره معايا ان هو يقتلني بس انا من غير ما اخد بالي، لغايه ما انا انتبهت ان هو شايل السكينه علشاني. قعدت في البلكونه وقلت له انزل هات لي الاولاد. فتح الباب ونزل الشارع. زعقت في البلكون وصرخت قلت له انزل هات لي ولادي من تحت، عايزه انزله من البيت. نزل فتح بكي، هو جاي لي من غير فلوس اصلا، يعني لما جالي قال انا معيش غير 2 جنيه، على اساس ان هو كده كده لما بيجي او اخوه كان ما بيجي لي بديله فلوس مواصلاته.
فراح دخل جوه قال لي خش اديني فلوس تاني عشان يقتل. قلت له لا مش داخله، انزل هات لي الاولاد. فدخل خد السكينه واخد الفلوس اللي في البوك اللي هي ال 500 جنيه، بس هو ما كانش رايح للفلوس دي يعني، علشان بس نوضح الصوره للكل. هو كان فاكر ان في فلوس اكتر، 20,000 موجوده في البيت والذهب، فما لحقش يعمل حاجه. نزلتيه من البيت، دخلت لقيت اولادي مذبوحين.